بعد يا شباب ما خلصنا رحلة اكس اوف اكسايل او رحلة المنفى وخرجنا وشوفنا المكعب الخرسانة المسلحة اللي معمول على زاوية 10 درجات عن المستوى الافقي، بدأنا نرجع تاني نخش جوه المتحف عشان نكمل رحلتنا المحور الاستمرار. احنا ما طلعناش السلم، احنا دلوقتي شوفنا الاكس اوف اكس اوف هولوكوست وشوفنا الاكس اوف اكسايل وبدأنا في الاكس اوف كونتينيوتي، وده بقى اللي احنا لسه هنكمله دلوقتي. هنبدأ نخش بقى الاكس اوف ايه اوف كونتينيوتي، ودي تبقى نهاية رحلتنا في هذا المبنى الشيق جدا معماريا. سيبكم من الحاجات المعروضة، حاجات هبلة كلها، حاجات بيحبوها، قال ايه اول مكنة طباعة عملوها، اول مكنة خياطة عملوها، اول كاميرا عملوها، دي اول كاميرا، بص شايفين اول كاميرا، كلام يعني اكيد يعني. بس مش دي قصتنا ومش ده محور اهتمامنا. احنا محور اهتمامنا دلوقتي هو المبنى المعماري اللي احنا شايفينه دلوقتي، حاليا مكملين الرحله، وهوريكم بقى دلوقتي بالتصوير هنخوض في ارتفاع جبار، 4 قلبات. طبعا صفاء مش هتقدر تطلع الارتفاع ده، تطلعي انت بالايه؟ بالاليفيتور. انا هطلعه على قلبي ال4 ادوار ونشوف هذه الرحله الجباره. نفس الولد ده الولد ده اللي مخنوق مني، هنسأله بس الأول. استني ما نسأله، استني. Please, which one to the elevator? This one goes to which one? To the start of the common exhibition. Number? Two. Number two. Number two, I will meet you over there. Okay? Thank you. Okay. طبعا الولد ده انا عايز اقول لكم مخنوق مني من ساعه ما كلمته على حكايه ال6 مليون يهودي اللي انا مش مصدقهم، وهو مخنوق مني فاكرني عنصري، بس مش دي القضيه يعني. اديني طالع فوق اهو، طالع فوق، هذا الارتفاع وهذه الاستراكشرز الغريبه. يعني بصوا لما يبقى في كاميرا مايله بهذا المنظر، كاميرات مايله كده، تحس ان انت تحت رقبه او تحت المقصله. وشوف هناك الكروسز ده كمان، بصوا شوفوا عامل ازاي، حاجه صعبه جدا. وهنا في معرض، بص كده المعرض ده بقى، هو عايز يقول ان في نهايه محور الاستمرار هنا، او في نهايه الاكس اوف اكسايد، سوري اكس اوف كونتينيوتي، ده بقى مستقبل اليهود الجديد اللي عايزين يوصلوا له، والحاجات اللي عايزين يخشوا لها، والامل والمستقبل اللي هو الريكونسيليشن اللي عايزين يعملوه. الفراغ ده في جاليري اسمه اريك افروس، وفي الميموري فويد، هنشوفهم بالتفصيل، هنشوفهم بالتفصيل دلوقتي. جوه هنا في الفراغ ده كل ده المعروضات الجديدة.